معنا عبر الهاتف الآن الأستاذ عمر الملحم رئيس الفعاليات في محافظة الأحساء. أهلا وسهلا أستاذ عمر. يا أهلا فيكم ومساكم الله بالخير. مساك الله بالنور وأهلا وسهلا، سعيدين بتواجدك معنا في هذه الحلقة الاستثنائية المجد للوطن 94. وإذا تسمح لي في البداية عن أبرز الاستعدادات من خلال محافظة الأحساء وفعالياتكم في الأحساء. في البداية طال عمرك اسمح لي أن أهنئ نفسي وجميع السعوديين بمناسبة هذا اليوم الوطني العظيم. نعم. بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا اليوم الوطني اللي كل سنة نحتفل فيه ونجدد فيه البيعة والولاء لحكومتنا الرشيدة، ومزيد من التقدم بإذن الله، ومزيد من التفوق والنجاح والاستمرار في تحقيق رؤيتنا. بما لا شك فيه اليوم الأحساء كجزء من هذا الوطن الغالي أتت توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبة بالعمل الدؤوب لتحقيق اليوم الاحتفال والفرح بهذا اليوم العظيم. من خلال هذه الرتبة أتت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء لعمل اجتماعات دائمة بين جميع الجهات والتعاون المستمر لعمل برنامج متكامل وبرنامج متكامل لهذا اليوم الكبير. طبعا احنا بالأحساء اليوم اهتمينا بشكل كبير جدا في موضوع تنوع الفعاليات، في ايضا تنوعها الجغرافي بحكم مساحة الأحساء الجغرافية. طبعا كان هناك فيه احتفالات عملناها مع هيئة الترفيه بحفل وطني، ايضا كان في جامعة الملك فيصل، كان هناك الاحتفال الرئيسي ومنتزه الملك عبد الله البيئي بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وحضور أهالي الأحساء اللي تقريبا كان الحضور في حدود 130 ألف مواطن ومقيم وزائر الأحساء. أيضا احتفاليات كانت مستمرة في يعني في جميع الأحساء بشكل كامل متنوعة مثل ما ذكرنا. أيضا كان هناك فعاليات ثقافية، فعاليات عائلية، اهتمينا من هذا التنوع مع التعاون بين جميع الجهات اليوم الحكومية والجهات الأمنية أن يخرج هذا الحفل اللي استمر لمدة 3 أيام. بكل أمانة يعني هاي الأحساء كانوا متفاعلين من قبل اليوم الوطني لليوم حبهم وولائهم وانتمائهم لهذا البلد العظيم. الله يعطيكم العافية أستاذ عمر، وسعداء حقيقة يعني هذه المداخلة الكريمة وبهذه الاستعدادات وهذه الفعاليات في محافظة الأحساء بمناسبة اليوم الوطني 94. شكرا لك أستاذ عمر على هذه المداخلة. طيب أنا أقول أعتقد ضيفنا